خبر رائع عن بنت الاهلي هنا جوده اللي مشرفانا ومفرحانا ومسيطانا في كل المحافل الدوليه. توجت مؤخرا بذهبيه بطوله لشبونه الدوليه لتنس الطاوله تحت سن 15 سنه، واللي بتقام طبعا في العاصمه البرتغاليه لشبونه خلال الفتره من 18 سبتمبر وحتى 22 من سبتمبر. هنا فازت على اللاعبه الروسيه زلاتا تريكوفا في النهائي بنتيجه 3 أشواط نظيفه. وفي نفس السياق كانت هنا جوده توجت ببرونزيه منافسات تحت 19 سنه بعد الخساره بنتيجه 3-2 في نصف النهائي. والحقيقه يعني بشكل عام اداء هنا في البطوله كان مشرف جدا جدا جدا. قدرت تتاهل لنهائي منافسات 15 سنه بعد الفوز على منافستها الفرنسيه بنتيجه 3 أشواط نظيفه لتتاهل للمربع الذهبي. وبرضه كانت هنا ابتدت مشوارها في البطوله من دور المجموعات، حيث تصدرت المجموعه الاولى بالعلامه الكامله بعد فوزها على منافستها البرتغاليه والاسبانيه. يعني مشوار مشرف جدا 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 في البطوله لهنا جوده، بنتمنى لها كل التوفيق بجد، من الامور اللي دايما بتسعدنا وخصوصا في الفتره الاخيره.